شحطوه من الفرن ورفض يبيعوا المنقوشة لأنه سوري. صباح الخير. صباح النور. بدي عزمك، بدي واحدة جبنة. أنت سوري؟ إي أنا سوري. اخذ سوريا وقفل منهم. طول بالك، ما بدي بيعك خي، عم بكسر. خلينا عم نحكي خي. يا اخي ما بدي احكي معك ولا كلمه يا حبيبي. طيب مالش يروق هلا. قفل منهم يا خي. شو سوريا؟ اخذ سوريا واللي جبت. ما بدي بيعك. عملك ما تبيع خي، بنوقف منك من اشتراك. روح عمي. من بعد يلي شفتوه، سؤال الحلقة لليلة بيقول: هل تؤيد عدم بيع السوريين من محالنا التجارية للتضييق عليهم؟ نعم أم لا؟ وتصويتكم عبر www.حكيجالس.tv. سؤال صار له من امبارح على السوشيال ميديا، وكتار اعتبروه سؤال عنصري بطرحه بالرغم من تنوع الإجابات عليه، وصار في عليه كتير من الحوارات وكتير من الأخذ والرد. كتار هجمونا، كتار كان جوابهم جاهز، يعني دغري جاوبوا ما فكروا قبل ما يكتبوا على تويتر وعلى فيسبوك وعلى السوشيال ميديا. هل هالسؤال يلي طرحناه هو عنصري أم نقلنا حقيقة عم بتصير؟ شو اللي خلينا نسأل هيدا السؤال؟ وشو التجربة يلي صارت بفرن الشباب بالصفرة؟ كيف كانت ردة فعل الناس من وراء هيدا المشهد؟ كل هالأسئلة رح نجاوب عنها ورح نقشها الليلة مع الإعلامي جورج إرداحي خلال هيدي الحلقة الليلة. بس أنا بدي من هلأ، لا وقت آخر الحلقة ولا وقت النقاش على هيدا الموضوع، أنكم تعطوني أراءكم عبر التويتر عبر الفيسبوك، وأنكم تصوتوا على هيدا السؤال بوقت البريك. وكمان أنا قبل ما نطلع على البريك بدي أعتذر من رواد أبي عكر يلي مرق ببداية الحلقة الماضية مشاهد من فيلم الجامعة تبعه وما أعطيني حقه. بتمنى منكم تصوتوا على www.حكيجالس.tv. بعد البريك منتابع نحن وياكم.